طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة واتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقية على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. في اليوم العالمي للمرأة، كيف هو حال المرأة العراقية؟ هذه المرأة التي تحملت الكثير بسبب الحروب والمشاكل التي مر بها العراق، فكل عام والمرأة العراقية بألف خير. كيف هو حال المرأة العراقية الأم والموظفة وأم البيت والأرملة؟ كيف تواجه ظروف الحياة في العراق؟ أم وزوجة وأخت المفقود والمعتقل، كيف تواجه هذه الظروف، ظروف الحياة الصعبة وغلاء المعيشة؟ نبدأ حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين عن المرأة العراقية في يومها العالمي، فكيف هو حالها؟ بمناسبة حلول عيد المرأة العالمي، أعربت عدد من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن قلقهن من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأثاره الاقتصادية المترتبة على الأسرة العراقية، فيما أكدن بأن الغلاء سرق فرحة المرأة بعيدها وقلل من اهتمامها بمتطلباتها الشخصية. رابطة المرأة العراقية في ذي قار قالت بأن ارتفاع الأسعار انعكس سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية للأسرة العراقية وخاصة المرأة التي يقع عليها غالبا إدارة ميزانية الأسرة. طبعا شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا إلى 4 أضعاف سعرها السائد في الأسواق المحلية، فضلا عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأدوية وغيرها من المواد الأساسية الداخلة ضمن قائمة المتطلبات الضرورية في حياة الأسرة العراقية. حذرت منظمات دولية من أن يتحول العراق إلى بلد الأرامل والأيتام. في إحصائية نشرت عام 2019 قالت بأن الأرامل يشكلن نسبة 65% من عدد نساء العراق، سجلات شؤون المرأة. تشير هذه السجلات بأن هناك 8 ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق بحسب السجلات الرسمية، تشكل نسبة 65% من عدد نساء العراق، وقد تشكل نسبة 80% من النساء المتزوجات بين سن 20 و40. وفي بغداد وحدها 300,000 أرملة، أي بنسبة 35%. وزارة التخطيط في ديسمبر من العام الماضي أعلنت تعرض 29% من نساء البلاد للعنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى تسجيل نسبة 20% بينهن بنسبة الأمية. جاء ذلك خلال مؤتمر أقيم في بغداد أعلنت خلاله نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي المتكامل لأوضاع المرأة في العراق بين أعوام 2011 إلى 2021. أظهر المسح الذي تم نشره عبر وسائل
الإعلام بأن 29% من نساء العراق يتعرضن لكل أشكال العنف، ويشكل العنف الاقتصادي أكثر أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته بنسبة 22%، يليه العنف اللفظي بنسبة 12%، أما الأنواع الأخرى فتقل كثيرا كالعنف الجسدي بنسبة 3.6% والعنف بنسبة 1.8. أشار المسح إلى أن 25.5 من النساء تزوجن قبل بلوغهن 18 من عمرهن، و 10.5% منهن تزوجن قبل بلوغهن 15 من عمرهن. وفق نتائج المسح فإن عدد النساء اللاتي يعملن حاليا ما زال منخفضا بنسبة بلغت 9.2%، فيما تزداد النسبة في إقليم كردستان العراق إلى 14%. وأشار إلى أن المسح أظهر ارتفاع الأمية بين النساء في العراق أكثر من 20% مقارنة مع نسبة 8% بين الذكور. معنا اتصال أسماء من ديالى. نعم أسماء، في اليوم العالمي للمرأة كل عام وأنت بخير، كيف هو حال المرأة العراقية اليوم؟ السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، تحية لك ولكل كادر قناة الرافدين. يا أهلا بيك. ولكل مشاهدي هذه القناة. الله يسلمك. والله أستاذ عمر، كل سنة الناس تحتفل بعيد المرأة، بس وين أكو احتفال بعيد المرأة؟ يعني مظلومية المرأة تزداد يوم بعد يوم أستاذ عمر. يعني ما نحس، احنا ما نحس بال يعني بال شلون نقول، يعني استاذ عمر مأساتنا هواي مأساتنا. يعني احنا من 2007 تهجير، يعني وحده من المأسات تهجير، هجرنا، وين حقوقنا؟ انا وحده من الناس استاذ عمر، يعني وين حقوقي؟ دراستي يعني تحطمت راحت، ويعني والدتي تعاني، وغير مثل والدتي وغير مثلي، يعني هواي عانوا. وين حقوق المرأة؟ وين يوم المرأة العالمي؟ وين يعني احنا يعني مأساتنا استاذ عمر جديد. نعم يعني في ظل هذه الحكومات اللي نشوف منها يعني يومية معاناة، ما أعرف يعني هاي الحكومة إذا ظل هيكي احنا ما نحس، يعني احنا عندنا يعني شلون نقول، احنا مرأة عندنا حقوق، أو عندنا يعني شلون نقول اهتمام بحقوق المرأة. نعم ما عندنا هيكي. يعني أنت كامرأة عراقية، يعني امرأة عراقية، يعني ما تحسين بوجود أي حقوق للمرأة في العراق؟ لو شلون؟ لا أستاذ عمر، لا أبد ما أحس، يعني ما أحس. احنا من ديالة، وين حقوقنا؟ أبسط حق احنا تهجرنا، يعني الحكومة ليش قاعدة؟ ليش يعني 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 وين حق المرأة؟ وين حقوقنا احنا؟ يعني أبسط شيء تحدي الآن ما راجعين لبيتنا، ما راجع يعني ما مرجع حقوقنا هاي الحكومة. نعم. يعني احنا ما أبسط شيء يقول هذا الشيء. هذا حق لا يقتصر على المرأة بل يقتصر على جميع الفئات. صار لكم ايش قد مهجرين؟ نعم. شلون؟ صار لكم مهجرين كم سنة؟ أستاذ عمر من 2007. من 2007 احنا تهجرنا. أنا يعني كملت ثالث متوسط لحد الآن، جينا للشمال تهجرنا، يعني ماكو دراسة عربية، يعني لحد الآن احنا مصيرنا مجهول. يعني أنا أتمنى أو أتابع الأخبار، أتابع سياسات هذه الحكومة، أشوف من في عسى ولعسى نشوف خير منهم، بس ماكو. يعني أستاذ عمر هواية أكون نازحين يمنا، هواية هاي القنوات اللي تقول كلهم راحوا لبيوتهم، لا ماكو، يعني ماكو حقوق، والناس تحكي على حق المرأة العالم، وين الحقوق أستاذ عمر؟ والله ماكو حق بهذا البلد، يعني إحنا مظلوميتنا تزداد يوم بعد يوم. نعم. ماكو حقوق، يعني نقول حسبي الله على هاي الحكومة. نعم. مأساتنا هواي أستاذ عمر، مأساتنا هواي. يعني منين احكي ومنين ابدي؟ الله يعينكم. اي أيوة والله اني خاصه يعني اني احس بمظلوميه كلش كبيره، لان تهجرنا، اسمى بيتنا، اسمى كل شيء، يعني كل شيء راح من عندنا.
يعني وين حقوقنا في هذا البلد؟ يعني البلد كله دمار، كله يعني ما حاولتوا ترجعون يعني من 2007 انتم مهجرين يعني من ايام الطائفيه ما قدرتوا ترجعون؟ من ايام الطائفيه تهجرنا. نعم. الطائفيه الميليشيات يوميه يعني تهديد يوميه يعني شيء يهجرونا طلعونا من بيوتنا لان احنا يعني من غير طائفه. ليش؟ احنا مو بيتنا مو حقنا. يعني هو استاذ عمر ماساتنا هواي هواي. احنا هسه بالشمال هجرنا حتى يعني الحمد لله أهل الشمال ناس طيبين ساعدونا يعني فتحوا أبوابهم لنا بس إحنا نريد حقنا أستاذ عمر نرجع. الحكومة تحكي بالقنوات يعني ماكو شيء كله حشا سامع أكاذيب. يعني إحنا هواية أكو نازحين هم ويانا لحد الآن من جرف الصخر هاي اللي يسموه جرف النصر يا نصر وأهل كله يمنا والله استاذ عمر كله من جرف الصخر كلهم نازحين. نعم. يعني أخذوا أموالهم ممتلكاتهم بالقوة الميليشيات. ليش؟ وأني أتعجب من يقولون يوم المرأة العالمي وين يعني وين إحنا نحتفل على شنو؟ والله لازم نحتفل استاذ عمر نحتفل بمظلومية المرأة مو بعيد المرأة. الله يعينكم. أنا أشكرك أختي أسماء من ديالة كانت معنا وهم من النازحين منذ عام 2007 من هذه المحافظة العراقية. طبعا بالحديث عن يوم المرأة العالمي تحدث مكتبا مفوضية حقوق الإنسان في محافظتي ديالة وصلاح الدين بأن العنف الأسري ضد المرأة والعنف الناجم عن التقاليد العشائرية في تصاعد مخيف، وأضاف المكتبان بأن معدلات العنف الأسري ضد المرأة في ديالة يتراوح بين 10% و50% بينما تصل إلى أكثر من 60% في محافظة صلاح الدين، كما أن المرأة في المحافظتين تعاني الحرمان من إكمال التعليم والإكراه على الزواج إلى جانب النظرة الذكورية التي تقلل من احترام المرأة في أماكن كثيرة من المجتمع بحسب مكتب مفوضية حقوق الإنسان. طبعا المرأة اليوم يعني المرأة العراقية تعاني الكثير صراحة، هي أم للمعتقل وأم النازح وأخت وزوجة كذلك الموظفة في العراق، تعاني أم البيت تعاني. ربما يقول قائل بأن الرجل العراقي كذلك يعاني، صح، ولكن بما أنه اليوم العالمي للمرأة فنحن نتحدث عن أحوال المرأة العراقية. يعني أعداد مخيفة جدا بعدد الأرامل، إذا تحدثنا عن الأرامل اللي موجودين منذ العام 2003 ولغاية الآن بالملايين، النازحات كذلك مئات الآلاف. طبعا نتحدث عن الأرقام الموجودة حاليا، أما بال 2017 بالملايين، 2017 و16 كانوا بالملايين. مثل ما سمعنا الأخت أسماء من ديالة مثال بسيط، يعني تقول إحنا من 2007 نازحين من محافظة ديالة ما نقدر نرجع بسبب يعني الميليشيات. اليوم كذلك تعاني المرأة العراقية من ارتفاع نسب الطلاق، الأمية مثل ما ذكرنا بأن نسبة الأمية بين النساء في العراق أكثر من 20% بحسب وزارة التخطيط في العراق. نشاهد صور مؤلمة للكثير من النساء وهن يبحثن عن لقمة العيش بين النفايات. هناك إجحاف بحق المرأة العراقية، هذه المرأة التي تناضل وناضلت الكثير بسبب الكوارث والمعارك والأوضاع السياسية والاقتصادية التي جلبت كل هذه المشاكل للبلد. تعاني هذه المرأة إن كانت ربة بيت أو كانت يعني موظفة. اليوم كذلك هناك تحدي كبير تواجه المرأة العراقية وهو ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية في العراق، واللي بات يقض مضاجع العراقيين بشكل عام والمرأة العراقية بشكل خاص، بحيث يعني هناك صعوبة في يعني التأقلم مع هذا الوضع، وفي خضم فشل حكومي كبير في إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمات. بما أنه اليوم حديث الشارع في العراق هو ارتفاع الأسعار
في الأسواق، فخلونا نتابع تقرير عن ارتفاع الأسعار وهو أحد الأزمات والمشاكل اللي يعاني منها العراقيين مثل ما ذكرنا بشكل عام، والمرأة العراقية بشكل خاص بوصفها هي من تدير المنزل في العراق. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. شهدت الأسواق العراقية ارتفاعا غير مسبوق بأسعار معظم السلع والمواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة، أبرزها الطحين والزيت والرز، ما تسبب في استياء شعبي كبير. السوق غالي عمي، نار كبرة، نار. شنو ذنب الفقير المعدة؟ شنو ذنب وين يروح؟ الشعب ده يعاني وعانى ما عانى، ما نريد نحسب غير حقوق بعد، احنا حقوقنا مسلوبة، حول الله خلي عيننا بعين الله. بس هذا دا يجي يعني عن طريق قناتكم بالنسبة للحكومة ووزارة التجارة، خصيصا وزير التجارة زين يعني يفتح مجال للمستوردين. وتسببت موجة الغلاء بقلق ومخاوف كبيرة من مواصلة أسعار البضائع صعودها الجنوني في بلاد يعيش نحو ثلث سكانها أوضاعا اقتصادية غاية في السوء. العالم اشتاك الحو، مللتوها العالم، مللتوها، كافي، شنو الأسعار هاي؟ حتى سوق ماكو، خليتوه انتهى السوق، العالم قامت تجدي، صحيح ولا قامت تجدي وما قامت تجدي. وبالرغم من محاولات السلطات الحكومية طمأنة المواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا، إلا أن المواطنين شككوا بقدرة البطاقة على حل أزمة الأسعار. الحصة مالتنا كل 4 أشهر يجينا طحين، صدق كذب، وكل 4 أشهر يجي حصة واحدة، الأسعار عمي صاعدة فدنوب، صاعدة، ما نقدر كل شيء نشتري والله العظيم. شو احكي بعد؟ وين الحصة؟ هي بطل زيت وربع كيلو عدس مجروش، ما أدري عدس إيش يطي، وقوطية معجون رحمة لأبوك، وهاي البطاقة التموينية خابصينا بيها. أزمة جديدة يواجهها العراقيون الذين تحاصرهم أحوال معيشية سيئة بالارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، وفي خضم الفشل الحكومي المتفاقم وتصاعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تتضاعف مخاوف العراقيين مما سيواجهونه في قادم الأيام. نعم، معنا اتصال أم عمر من بلجيكا. أم عمر، كل عام وانت بخير في اليوم العالمي للمرأة العراقية. برأيك كيف هو حال المرأة العراقية؟ شلون تشوفين حال المرأة العراقية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أول شيء أحييكم على البرنامج وعلى الطرح، وأحيي كل ماجدة عراقية المضطهدة المناضلة رغم الظروف، رغم الصعاب، رغم أيام الشدة. نعم. تبقى المرأة زاهرة مزدهرة بحب بلدها، بحب أبنائها، خدمة الوطن. المرأة العراقية المعطاءة، المرأة العراقية اللي ناضلت لتحقيق أهدافها. تحية لهذه المرأة العراقية اللي تحمل بداخلها إنسانية مفعمة بالقيم والشرف، اللي عاشت في مراحل مختلفة من حياتها، بعضها الترف وبعضها الفقر. نعم. هذه المرأة المناضلة المجاهدة. نعم. شلون تشوفين الأرقام؟ هناك أرقام صراحة، أرقام موزعة إذا تحدثنا من عدد الأرامل، يعني منذ العام 2003 ولغاية الآن أكثر من 3 ملايين أرملة في العراق، عدد النساء الأميات إلى أكثر من 20%، هناك عنف أسري تواجهه المرأة العراقية، يعني عدا أنه هناك نسمع بين الحين والآخر هناك ابتزاز إلكتروني بحق المرأة العراقية. تعاني صراحة المرأة العراقية من مشاكل كثيرة، وإذا ما تحدثنا كذلك عن يعني اليوم ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، هم كبير تواجهه المرأة العراقية. تفضل. تفضلك.
طبعا هذا موضوع الأرامل الشيء اللي خلي نقول عليه اللي يفتك جروح كثيرة بينا احنا اكثر. ارتفاع الاسعار مع بالمجتمع مو ما يأثر بس على المرأة العراقية. نعم نعم. لكن انت لما تجي الان مع احترامي بعض المسميات الوظيفية، انا ما اقبل انه اكو امرأة عندها شهادة مثلا تشتغل عاملة نظافة. يعني هذا الشيء خلي نقول يدمي القلب. وما اقبل بنفس الوقت انه هذه حتى لو تكون ما عندها شهادة، ما ارضى على هذه المرأة تكون ما عندها شهادة. طيب بالنسبة لموضوع ارتفاع الاسعار، هذا يعني للأسف إنه بدل ما الحكومة توقف مع الشعب، أنا أشوف الحكومة واقفة ضد الشعب. ماكو خلينا نقول عليها ميزانية برفع الأسعار بشكل معين، ماكو نسبة معينة. طيب الآن أنتم مقبلين على شهر رمضان، شهر رمضان مفروض إنه تزيد السلة الغذائية، تزيد شهر يعني شهر لا. كريم، أنت شلون تعلون الأسعار على المرأة؟ هذه مو بس مختصرة على المرأة، لأنه المرأة جزء من المجتمع، فالمجتمع معها. نعم. تحديات كثيرة تواجه المرأة العراقية في العراق. أم عمر، برأيك الحكومة على مدى 20 سنة، إذا نتحدث عن يعني من العام 2003 ولغاية الآن، برأيك ماذا قدمت للمرأة العراقية؟ المرأة العراقية الحكومة ما قدمت شيء للمرأة العراقية، لكن المرأة العراقية رغم الصعاب قدمت، غير الشهداء اللي قدمت، غير الناس الضحايا اللي صاروا، غير اللي النازحين اللي تركوا بيوتهم وقاعدين بخراب، قدموا كثير. لكن قول شنو قدمت الحكومة للمرأة العراقية؟ ما شفت لغاية الآن انصاف داخل المجتمع العراقي، داخل القضاء العراقي ما هو أي انصاف. القانون اللي سنوه قبل فترة أو العام سنوه بخصوص حضانة الأم لأولادها، ما تقدر تأخذ الحضانة إذا في حالة تزوجت، هذا اصلا اضطهاد. هذا انت ايش اقول، مجتمع ذكوري يمارس ذكوريته على كائن ضعيف. ما انا ما اشوف، انا اشوف الحكومه او القضاء والحكومه واقف ضد المراه، لانه مش المراه، كيف المراه تعلي قدرها لما تكون انت سندها؟ اذا الدوله واقفه ضد المراه منو سندها؟ خلينا نفترض هاي المرأة ما عندها سند، ما عندها أهل، أهلها ماتوا، ظلت هي كائن ضعيف. منو راح يوقف فيها؟ غير الدولة توقف فيها؟ أنا ما شفت شيء قدمت، لا شفت رعاية أرامل، لا حطوا لهم بيوت المطلقات والأرامل واليتامى، ولا شفتهم داروهم أصلاً، حتى تعليم إجباري ما صار. نعم. الأمية ترست البلد. هل الأمية يعني برأيك سبب في يعني ارتفاع موضوع العنف ضد المرأة في العراق أو في غير العراق؟ بس إذا نحن نتحدث عن المرأة العراقية، الأمية والجهل. الأمية ناتجة من الجهل. الأمية ناتجة من الجهل، فالجهل لما يغزي البلد انقضى على المجتمع، انقضى على البلد كامل. نعم. فدائما تشوف المثقف، الانسان المثقف بعيد عن هذه المشاكل، يعرف يداري اموره، يعرف شلون يجيب حقه. لكن الجاهل، واحترامي لما اقول جاهل، لانه من بعد 2003 لغايه الان المجتمع من جهل الى اجهل، المجتمع راح يعني قايدين الى الجاهليه، الى الجاهليه الاولى. بعد انا لما اتكلم بشكل عام، أنا لا شفت لغاية الآن، ما شفت توعية، نظام توعوي ينشرونه داخل المحطات الفضائية. ما شاء الله محطة العراق ترسل الساتلايت، ما أعرف كم قمر عندنا، ما شفت لغاية الآن محطة توعية، ما شفت لغاية الآن يشوفون يدعمون هذول الأطفال اللي الباع المتجولين.
أنا بنت بنية صغيرة قاعدة على الرصيف ونايمة على باكيتات الكلينكس، والله حتى والله شنو تجيب أكل لأهلها؟ وين الدولة عنها؟ بدل ما يأخذوها يقولوا لها قعدي قعدي ببيتك، وإحنا نجيب لكم هاي الدولة، المفروض هذا واجب على الدولة تجيب توفر لهم سبل المعيشة الكافية. ما راح أقول لك الترفة، لا، الكافية اللي تشجعهم، اللي ما تخلي الأطفال يروحون بالشارع، ما تخلي، سوري على الكلمة يعني سوري راح أطلع مكان آخر، ما تخلي البنت تنحرف. البنت إذا تحتاج مين تجيب؟ نعم. جاسم الشمر يقول: المرأة العراقية أثبتت قدرتها على المطاولة والصبر والثبات في أيام حرب العراق وإيران والحصار الدولي بعد غزو الكويت ومرحلة الاحتلال والتغريب والتهجير والاعتقالات الباطلة لأرباب البيوت، ومع ذلك بقيت المرأة العراقية في قمة الصبر والعطاء. تحية لنساء العراق. شعيب يقول: من برأيي من أهم أسباب استمرار معاناة النساء بالعراق هو ظلم الجهل من الأهل والمجتمع، ويقول هو السبب الثاني هم المتاجرين بقضاياهن المدعين إنقاذهن. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد. خلونا ننتقل إلى موضوع وهو متصل بحال المرأة العراقية بشكل خاص وحال العائلة العراقية بشكل عام، وهو موضوع ارتفاع الأسعار، أسعار السلع اللي اليوم يأرق المواطن العراقي. وقبل الفاصل أخذ تقرير حول هذا الموضوع. نجي على تصريح وزير التجارة علاء الجبوري، وصف ارتفاع الأسعار في العراق في الأسواق العراقية بالمصطنع، يقول: وأكد البدء بتوزيع مفردات البطاقة التموينية ابتداء من اليوم الثلاثاء. وقال الجبوري بأن عملية الشراء الكبيرة من قبل المواطنين لا داعي لها، لأن مفردات البطاقة التموينية ستصل بشكل دوري. ما أعرف الوزير يدري أنه البطاقة التموينية، مثل ما طلع النائب أحد النواب قبل يومين وتحدث بأنه لم توزع البطاقة التموينية فقط، إذا تحدث عن سنة 2021 فقط 6 أشهر، وستة أشهر ما موجودة لو ما يدري. أضاف بأن بعض التجار يقومون بسحب المواد وخزنها وبيعها، وهذا ما يبرر الارتفاع الكبير للأسعار بسرعة كبيرة. تابع بأن وزارة التجارة
ستبدأ الثلاثاء باستلام المواد الغذائية وتوزيعها، لافتا إلى أن استمرار توزيع المواد الغذائية من شأنه أن يسهم في استقرار الأسعار بحسب قوله. طبعا في إطار تراشق التهم بين شركاء العملة السياسية، تحدثت النائبة ابتسام الهلالي وقالت بأن الحكومة الحالية فشلت في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق المحلية، وأضافت الهلالي بأن هناك تحركا نيابيا لمعرفة عدم قيام الحكومة بدورها في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، فيما أكدت بأن احتكار السلع الأساسية لا سيما مادتي الطحين والزيت من قبل التجار ساهم بشكل رئيس في رفع الأسعار. شددت على ضرورة وضع خطة لمخزون القمح وتفعيل المطاحن العراقية خلال شهر رمضان المبارك لتدارك ارتفاع الأسعار كما قالت النائبة. معنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر، أنت من العاصمة بغداد، كيف ترى، كيف تشاهد ارتفاع أسعار السلع المبالغ به؟ يعني اليوم بطل الزيت وصل إلى 5000 و4000 في العراق، والطحين وصل كذلك 60 و65، وباقي المواد كذلك ارتفعت. وزير التجارة يتحدث عن البطاقة التموينية، المواطن وبحسب تقارير يعني سنوات صار له البطاقة التموينية شبه مختفية، شهر أكو 3 أشهر ماكو، والشهر اللي تجي بيه وجبة ما تجي بيه كل المفردات. تفضل أبو عمر. يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. حيا الله شاهد المشاهدين الأعزاء. الشاهد محمد، بالنسبة عمر وياك عمر. نعم نعم تفضل. وضع العراق اللي بالغلا اللي قاعد يصير عندنا، الحكومة احنا نعرف ما عندها فد مبادرة للشعب العراقي اللي قاعد يعاني من الديموقراطة ولحد الآن، وما حسبت انه الحروب اللي تصير او غلاء الأسعار يعني ما خدت يعني فد مجرى لأنه كيف انه تخلص المواطن من هاي الأزمات. فالسبب هو ضعف الحكومة والتعمد اللي قاعد يصير عندنا بالبلد، عدم اهتمامها بالمواطن العراقي، والغلاء قاعد يصير من قبل التجار ومن قبل الحكومات المتعاقبة اللي قاعد يصير عندنا. هذا السبب يعني الطبقة الفقيرة يعني ما ممكن انه انسان يظل بلاي طعام بلاي زيت بلاي طحين بلاي رواح يعني بعيشة. فكيف انه يقدر يعيش بسبب هذه الغلاء والحكومة البطاقة التموينية اللي ما موفرة اللي يعني بحاجة إلى يعني بوقت الغناء يعني لازم تبطينا دعم، تبطينا دعم إنه كيف يقدر يعيش يواجه هاي الأزمة. يعني عندنا نفط وصل 120 دولار والحكومة ظلت يعني متكبر هيدي وما تقدر تقدم إلى يعني معاناته اللي قاعد يحس فيه هذا البلد الفقير. يعني ما تحس بالفقير نهائيا يعني ولا تقدم أي شيء كان، يعني الغناء يعتبر من نوع يعني ظلم. هذا الظلم يعني ارصد من يكون يعني بعد بنشاهد من قبل حكومه الكاظمي او سلطه الاحزاب، خلينا نقول هي ليست حكومه الكاظمي، ما قاعد سوت شيء. يعني الزيت وصل 4000 دينار والطحين ايضا 40000 دينار اكثر من اخر. يعني شير بعد انه الحكومه تتوصل للشعب الى حين يعني توصله بهذا الغذاء وعدم الاهتمام من عده. يعني للأسف يعني ما هي حكومة بالعالم تشوف شعبها قاعد يستهتر بالغلاء هذا، وعمل ماكو وظائف ماكو. إذا طلعوا التعيينات راحوا قتلتهم وفرقتهم أو ظلوا لهم جوكر. زين أبو عمر، حكومة الكاظمي قررت توزع 100000 دينار على بعض شرائح المجتمع العراقي، على البعض مو على الكل، يعني تقريبا المشمولين يمكن بحسب الأرقام 7 ملايين. 100000 دينار زين شو تسوي 100000 دينار؟ وزع وجبة حقيقية للبطاقة التموينية وعوف 100000. استاذ يعني هذا يعني والله يعني عيب، يعني عيب عيب كلش عيب. يعني كاحنا عراقيين من نسمع هيك حكومة مبادرة تقدمها 100000 دينار للمواطن العراقي. طيب انت يا كاظمي او انت يا وزارة يعني ما تقدرون بالحصة التموينية تقدرون تشترون بغلاء هذا النفط وصوله إلى 120، ما تقدرون يعني تستوردون يعني تحطون أكثر زيت، تحطون أكثر شكر، تحطون أكثر سمن على مود إنه طلعون مود أدوية في المواطن.
احنا كنا بالحصار كانت المحوات توزع مال شهرين وثلاث اشهر واربع اشهر، وبالاضافه كانت الامور عندنا يعني جيده جدا، يعني ما كان عندنا تأزم الفقير ووضع من يشوف هذا الغلاء، كان المواطن يعني عايش يعني ما يحس بالنقص وما يحس بال يعني بالحرمان، اما هسه قاعد يعني 300,000 دينار هذه يعني عيب عيب على الحكومه العراقيه تقدم هذا الشيء، وخاصه راح اكو ناس تاخذ واكو ناس ما تاخذ، لان بقبلها استلمت ناس يعني قليله وناس ما استلمت، فهذه يعني شوف التفاصيل راح تتهيئ لها وراح تاخذ من عندها بدون محاسبه لا قضائيا ولا قانونيا، فكيف يعني يقدر عصام يبنيش شيء يعني يقدر يسويه للشعب العراقي 38 مليون نسمه؟ طيب اكو عندك نازحين، اكو عندك مهجرين، يعني اكو ناس وايد ناس في السجون، لان هم معك ناس يعني يستلمون، من راح يستلمها؟ وين راح تروح الاموال اللي راح تدفعها؟ مو ليس واضح الحق المواطن العراقي ان يستلمها، فهي راح تروح عن ايضا الجيوب الفاسدين، واحد من هذا تسلمنا والباقي راح تدخل الجيب وهو نفس الحاله، فهذا مو حل يعني مو حل يعني استاذ عمر بالنسبه لاخي من حكومه الكاظميه، هذه كلها يعني مبادرات فاشله 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 حكومه الكاظميه وكل الحكومات اللي هاي قاعده تقدمها، احنا ليش نخلي نسوي خطا بالخطا؟ وفر البطاقه حتى البطاقه رجع مثل ما كانت أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا خلية الإعلام الأمني أعلنت اعتقال 31 شخص رفعوا كما قالت أسعار المواد الغذائية في محافظات عدة، وقالت الخلية بأنه بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها بعض من وصفتهم بضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمتاجر، مشيرة إلى أن مفارز الوكالة شرعت بحملة أثبتها كبرى خلال اليومين الماضيين في مختلف محافظات البلاد، وأضافت بأن وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على 31 متهما مخالفا من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين. بعدين رجعت الأسعار طبيعي بعدها مرتفعة، ما الذي تغير؟ طبعا كذلك فرق مختصة في محافظة أربيل قامت بغلق 8 مراكز تجارية كبيرة بسبب قيامها برفع أسعار السلع والمواد الغذائية، وكانت محافظة أربيل قد حذرت أصحاب الأسواق الكبيرة والمحلات من مغبة رفع الأسعار والإضرار بالمواطنين، وقال بيان للمحافظة بأن الحملة مستمرة لمنع التلاعب بأسعار السلع والبضائع والاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مضيفة إلى أن صاحب محل يرفع الأسعار ويخالف التعليمات فإن محله سيغلق وتتخذ بحقه الإجراءات المشددة. شهدت الأسواق المحلية خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا في الأسعار وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطور الحرب الروسية الأوكرانية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. نعم، معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، يعني ارتفاع كبير في أسعار السلع، قبل يومين فقط طلع أحد المتحدثين باسم وزارة التجارة قال العراق ما راح يتأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا وبأن الأمور تمام وعندنا مخزون وأمورنا عال العال، ماكو. ثاني يوم ارتفعت الأسعار وهي أصلا كانت مرتفعة بسبب خفض قيمة الدينار، والمواطن هو اللي يدفع فاتورة هذا الغلاء. تفضل صباح. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام. تصريحات وزارة التجارة والناطق الرسمي لوزارة التجارة كلها كاذبة، يعني إذا تقيسها على واقع الحال وشوف السوق العراقي وشوف المواطن العراقي جاي يعاني من هذا الموضوع من شراء المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، يعني شوف تصريحاتهم كلها كاذبة كاذبة وماكو أي منطق بيها، يعني من يحكي مسيطر وأن المخازن موجودة ادعم البطاقة التموينية في سبيل سلم، احنا مقبلين على شهر رمضان سلم فد وجبتين أو ثلاثة من المواد الغذائية في سبيل يصير هم دعم للمواطن وأيضا السيطرة على السوق، المواطن بعد ما يحتاج التجار صورة كبيرة، يعني احنا اذا جانا زيت او رز او طحين احنا بالطبع راح يصير عندنا اكتفاء، العائلة العراقية راح تكتفي من هاي المواد الاساسية، وبالتالي التاجر راح يصير عنده يعني تكسد البضاعة الموجودة عنده، لكن اذا 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 هاي المكاتب الاقتصادية
اللي الحشد يشرف عليها واللي هم يستفزون التجار والتجار مسنودين من قبلهم ومستغلين كل مجالات المنافذ الحدودية والضرائب ودوائر الضرائب وغيرها ووزارة التجارة والعقود ويتدخلون بالعقود. بالطبع راح يصير فساد والفساد موجود من 2003 ولحد الآن لا الدولة تقدر السيطرة عليه لأن هي الدولة وحكومتنا جزء من هذا الفساد. زين شنو يعني وزير التجارة يقول بأنه ارتفاع الأسعار مصطنع؟ لا مو مصطنع، احنا على واقع الحال الطحين صعد والزيت صعد والسكر صعد وكل المواد الاساسيه بالسوق صعدت. بالطبع وزير التجاره ما راح يشتري من الشورجه او يشتري من المحلات اللي موجوده في هو يقول لا داعي لعمليه الشراء، يقول ليش تشترون، يقول الناس محتاجه، يقول مفردات البطاقه التموينيه راح توصل بشكل دوري. زين هي السنوات الماضيه ما وصلت بشكل دوري، هسه راح توصل بشكل دوري؟ كانت قبل 2003 يمكن تصل الى اكثر من 11 ماده. الان خلي يحكي اي مواطن عراقي يحكي ضميره ايش كم ماده موجوده بالبطاقه التموينيه، ما يتجاوز عدد الاصابع، يعني ما يتجاوز 5 مواد او 6. يعني وزاره التجاره بالعكس يعني هي جزء من هذا الفساد وهذا الملف. يعني وين يروحون باقي المفردات التجارة. باقي مفردات البطاقه التموينيه وين يروحون؟ كلها عقود استيراد كلها وهميه ويتم استغلال الميزانيه الموجوده لوزاره التجاره من قبل وزير التجاره ووكلاء الوزاره. وزير رئيس الوزراء يعرف هذا الشيء ان وزير التجاره كل اللي استلموا هذا المنصب كلهم فاسدين وكلهم استفادوا ماديا وسرقوا ما موجود من اموال في وزاره التجاره وما استوردوا بصوره صحيحه المواد الاساسيه وخلهم يصير عندنا اكتفاء ذاتي من خلال البطاقه التموينيه واللي هي ناجحه واللي على الاقل للمواطن الفقير اللي عايش على قوت يومه يقدر يستفاد من هالمواد الغذائيه. لكن هم اذا عوائلهم رئيس الوزراء وزير التجارة ومقتدى الصدر عوائلهم كلهم عايشين في الخارج ويسوقون من الماركات، ما يهمهم المواطن العراقي ايش ياكل وايش يشرب وشون عايش وشغل ماكو وظائف ماكو وعمل ماكو. المفروض بهسه هاي الأزمة اللي صارت مال كرانيا وصعود البرميل النفط إلى 140 دولار المفروض احنا كمواطنين نستفاد من هذا الصعود لأن احنا بلد نفطي وهاي الأموال اللي تدور علينا المليارات صار فائض عندنا من هاي الميزانية. يعني كان محاسبيها على 50 دولار والآن وصل ضعفين تقريبا، ضعفين غير احنا المواطن العراقي يستفاد من مجمعات سكنية تعيينات مواد غذائية. يعني وزير التجارة عندما يقول بأنه ارتفاع الأسعار مصطنع، الحكومة نفس الحكومة اليوم أقرت حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار، هذا بحسب بيان الحكومة، وقالت بأنه أكدت على تقديم منحة مالية لأربع فئات من المواطنين، هم الموظفون المتقاعدون المشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية ومعدومو الدخل. زين هنا هناك تضارب بين تصريح وزير التجارة وبين الحكومة. زين 100,000 ايش راح تسوي برأيك؟ ما راح تسوي شيء بس مجرد يريد يغطون على ما موجود هالميزانيات المليارات الدولارات اللي راح تدور عليهم من النفط، يريد يغطون على هاي السرقات اللي راح يجي يخططوا لها من هسه. اما على واقع الحال 100,000 شو تسوي المواطن العراقي؟ ما راح تسوي له اي شيء، واحنا مقبلين على شهر رمضان. 100,000 شو تسوي بيها؟ وكل المواد الغذائية نعرف صارت بعدها بها صعود. يعني 7 ملايين، يعني 7 ملايين بحسب الأرقام، 7 ملايين راح يستفادون من المئة ألف دينار وهي لمرة واحدة طبعا. زين والباقي 33 مليون عراقي وين راح يروحون؟ راح تتم سرقة أموال هاي المخصصة لهم، يتم سرقتها أيضا من وزير التجارة والحاشية مالته، وملف فساد جديد وينضاف إلى ملايين الملفات الفساد اللي ما تم اتخاذ إجراء قانوني بحقها. رئيس الوزراء فاسد، رئيس البرلمان فاسد، الوزراء كلهم فاسدين، ما سووا إنجاز يذكر لهم لا بوزارة التجارة ولا وزارة وكافة الوزارات. يعني حكومة فاشلة، حكومات متعاقبة فاشلة. يعني هسه اذا اريد نحسب الاموال اللي جتهم من 2003 لحد الان من بيع النفط فقط ما يقدر 1200 مليار دولار. يعني هذا تبني عراق ونتجاوز هاي المرحله الازمه الاقتصاديه اللي المواطن يمر بيها مو الحكومه تمر بيها. الحكومه عايشين احسن عيشه برا واملاك وغيره. انا اشكرك صباح من بغداد كان معنا، تحدثنا في هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، كان النصف الاول مخصص ل
حال المرأة العراقية في اليوم العالمي للمرأة، وتحدثنا كذلك عن ارتفاع أسعار السلع في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.